بلشت توصلي ردود فعلكم ان كان على تويتر او على انستغرام على موضوع امبارح. رح اقرا شوي قبل ما نستضيف ضيفنا. نانا كانت نانا قالت انه تضايقت لانه بمحل ما هي بتستعمل كثير الواتساب كولز لانه ما في ارسال جيد، مشان هيك تعطل شيء من شغله. حسن متواري من سيدني هلا عم بيتابعنا قال انه شعر كانه رجع للتسعينات. نهى حريق، نهى صباح الخير، بتقول لي وما كثير همني الموضوع لانه هيك ارتحنا شوي من الاخبار السلبيه اللي عم نشوفها ونقراها كل يوم. يعني مش كارثه اذا وقفوا وسائل التواصل، واذا بدنا نطمن على حدا فينا نعمل تليفون. دكتور جوزيف متى، صباح الخير. صباح الخير لكل يلي دغري بعثوا لنا الرسائل. عم بيقول لي امبارح عرفنا بان تحت المجهر قادرين يحركونا او يوقفونا لما بدهم، يعني المهم انه ترجع الكهرباء بلبنان. البعض اخر راح طحش فيها اكثر للموضوع. سليم عم بيقول زمط لبنان من ثوره جديده وقت انقطع عالميا الفيسبوك والواتساب، الحمد لله على سلامه الطبقه السياسيه المجرمه. بدي اقول لكم انه فيكم تتابعوا، تبعتوا لي تعليقاتكم انا برايي على الشيء اللي عشتوه امبارحه، ان كان ما عشتوه او عشتوه كثير قد ما كانت المروحه، قولوا لي رايكم ان كان على تويتر عم تشوفوا او على انستغرام. بصيرني استضيف بها الفقره الصباحيه الصحافي والخبير بكل شؤون وسائل التواصل الاجتماعي الصحافي امين ابو يحيى، معنا مباشره من واشنطن. امين صباح الخير. صباح الخير لك وللمشاهدين مشاهدي قناة الجديد، وصباح الخير لوطني لبنان يلي اشتقت له كثير وبتمنى دائما انه يكون بخير وسلام. عز على كل حال، يعني عز علينا انك فليت، انت من الناس يلي فلوا امين. هيدا بركي بنرجع هيك بنطرحه بوقت ثاني لانه عندك كثير من الخبرات نطرحها حول كمان، يعني يمكن هالازمه قديش ساهمت بانك تترك البلد. بس بدي توقف عند الشيء اللي صار امبارحة، بلش انه ما عم نقدر نتصل وكأنه كنا توقعنا انه يكون بركي للحظات او لدقائق او معدودة، طلعت القصة اكبر من هيك. واذا لا ما بعرف اذا يعني انتبهت لمقدمتي الصبح، كثير من الناس اخذوها شيء كثير بمزح، شيء كثير بجدية، لدرجة قالوا بلش توصل رسائل انه فيسبوك نسوه وخرق، واليوم في حدا من فيسبوك عم في محاكمة. يعني خبرني، أنا ما عندي كتير تفاصيل عندك. خليني أختصر لك الموضوع بكلمتين ثلاثة كتبتهم على تويتر اليوم ميلاد يوم التنين، يعني امبارح عندكم نحن تقريبا بلش يوصل الثلاثة عنا صارت واحدة ونص. امبارح كان يوم أسود بالنسبة لمارك زوكربيرج بالفعل، يعني أنا ما بحب أبدا يكون محله بهيدي اللحظة انهيار بكل التطبيقات يلي كانت يلي هو كله تحت شمسية إدارته وضلة فيسبوك، انهارت كلها سوا مع بعضها تباعا. كان حديث الناس امبارح حتى هون بالولايات المتحدة حول شو عم بصير. طبعا الأهم من هيدا، يمكن تستغرب بكلامي بلاد، الأهم من هيدا هو الويسل بلور يلي كشفت شو عم بصير بفيسبوك انسايد فيسبوك من الداخل، فرانسيس هوغن. هيدي هي الحدث، أنا برأيي الحدث مش أنه توقف فيسبوك أو توقف انستغرام، الحدث انه كشفت على اشياء خطيره كثير عم بتصير بفيسبوك. فيسبوك طلع عم بيغض النظر، ما بدي اقول عم بيشجع ميلاد، بدي اقول عم بيغض النظر على بعض ما يسمى ب اذا بدك خطاب الكراهيه، تحريض على العنف لاهداف استثماريه لها علاقه بتخويف الناس لتضل الناس موجوده على منصه فيسبوك، لانه لو كانت المنصه سيف وآمنة بشكل تام يمكن الناس بتبطل تفوت عليها أكثر من مرة خلال النهار. فمشان هيك فيسبوك خلق هيدا الخوف عند الناس ليضلهم موجودين، وطبعا ليضل المصاري عم تمشي على هيدا الموقع. انا برايي اللي قالته امبارح فرانسيس كثير اهم من انه فيسبوك توقف، والاهم منه كمان هي الباندورا ليك يلي تعتبر كمان كارثة فضائية. ما بعرف إذا في ربط، أنا حاولت أربط بين الموضوعين. بس أمين هون نعم تقنيا شو صار، يعني إذا بدنا نشيل إذا بدك هيدي الناحية تقنيا شو يلي صار لوقفوا هالمنصات؟
بحسب بيان فيسبوك ميلاد كان في بيان كثير مقتضب وقصير جدا انه نحن الموقع تعرض لعطل تقني يحصل ويجري العمل على اصلاح هذا العطل. العطل كان بالدي ان اس يلي هو اذا بدك الدومين نيم تبع الموقع، يقال انه هيدا الدي ان اس هو اللي عمل هيدي المشكله. انا صراحه عندي شكوك، يعني موقع ضخم مثل فيسبوك يضم اكثر من مليارين شخص يكون هالقد فولربل ضعيف قدام التقنيات. انا هون برسم علامات استفهام، ولكن بلتزم بالبيان اللي طلعته فيسبوك انه هيدا عطل تقني يحصل دائما. نعم. على كل حال من بعد هيك برجع بربط اذا بدك بالوثائق اللي صدر مؤخرا ويمكن شافوه البعض الناس عن على نتفليكس حول مثل ما قلت هالفوضى اللي بتخلقها هالمواقع وقديش بهمها هالفوضى تضل قادره، مثل ما قلت خطاب الكراهيه وغيرها، لانه هيدا الشيء بيشجع اكثر استخدام الناس على انهم يعبروا ويعارضوا ويقولوا ويرجعوا يردوا يعني، وبالتالي هن بيكسبوا. بس امبارحه خسر مارك زوكربيرج، يعني يحكى بمليارات من الخسارات بسبب هيدا العطل يعني. فاذا شو هيدا اذا بدك العطل، انت لانك عم بتقول انك بتشكك، يلي هو يعني ما شوي النتيجه الايجابيه اللي بتقتم اللي بتجي من هيك عطل اذا خسرته بالمليارات. انا قلت لك بشكك انه يكون عطل لانه ما حدا بحب يؤذي شركته. نعم. ويخسر 7 مليار دولار within like خلال ساعتين ثلاثه. وبشكل عام كل اذا بدك الموجودين على فيسبوك شركات ومؤسسات، ما عم بحكي عن الناس العاديين، كمان هم خسروا بمشوا شغلهم عبر فيسبوك عبر واتساب وعبر كثير من هذه التطبيقات. مشان هيك انا عم برسم علامات استفهام ميلاد، لانه مش معقول حدا يأذي حاله بهذا الشكل. يبدو في شيء. أنا برجح نظرية أنه يكون في هاكرز هن اللي وقعوا الموقع. وأيضا في نظرية ثانية أنا ما بتبنيها، أنه مارك زوكربيرج ليغطي على قصة فرانسيس هوغن عمل هاي بتعرف نظريه المؤامرات، خاصه عند العالم العربي دغري بتطلع انه لا مقصوده. حتى عم شوف تعليقات لاصدقاء ومتابعين من الولايات المتحده ومن كندا عم يحكوا كمان عن هذا الموضوع، انه عم بيعملوا كفر اب على تغطيه على فضائح اللي عملتها فرانسيس، كشفت كل الملفات وماذا يحصل في داخل. فقدنا الاتصال بأمين، بينما يرجع الاتصال مع أمين رح ارجع تابع بي اللي انتو قلتوه. مش الحال أمين؟ طلع يعني فقدان للاتصال سنوي قدام اللي صار امبارحة، يعني كم ثانية عادية صارت. بيقطع هيدا بيقطع. سو طيب تروح انا وانت امين لموضوع ثاني اللي هو اذا بدك كيف تنظر الى تفاعل الناس مع هالموضوع. قلت المروحه كثير كبيره، في ناس اخذوها كثير جد، في ناس اخذوها بالمزح، يعني حتى يعني هون هلا بدي اقول لك شعر قاله الشاعر اللبناني حبيب ابو انطون عن ما بعرف اذا انت شفته، بس رح تابع شوي انه حتى مثلا بيستاهل فيسبوك حبه بعض الادويه المهدئه، ما رح اقولها انه على هالموضوع. صار في كثير نوع من المسخره على الساركاسم، يعني على إذا بدك دخول رواد بقية مواقع التواصل كمان بيعكس نوع بركة هيك من الطبقية، خليني أقول، حول أنه تويتر منه معمول، رح أقول لك باختصار، منه معمول للناس يلي شوي عذرا على التعبير بدهم يعرضوا صورة وسخافة. تويتر للناس بدهم يفكروا، لدرجة أنه جماعة تويتر قاموا ببهدلة جماعة أنه لوين فايتين وهيدي منا صورة ومش عرض للصور وانتبهوا، والفاشينيستاز هلأ منهارين لأنه ما بقى فيهم يعرضوا صور. خليني أقول لك شو قال حبيب أنطون. قال إرسال الواتساب شحيح ومش قادر أحكيك مليح، دخل عيونه معلم مارك يشهل نتفي بالتصليح. يعني لدرجة رحنا من الشعر إذا بدك للنكت للسيريسنس للجدية الكتير قوية. كيف شفت تفاعل الناس مع هالتوقف؟ صراحة أنا من خلال متابعتي لرواد تويتر بالتحديد كان في انقسام كتير كبير. بالعالم العربي كان في سخرية
من موضوع انهيار فيسبوك. في حدا كان عم بيقول له امنوا له مازوت ليغير ما بعرف الموتور. بينما هون بامريكا وبعض المتابعين اللي انا بتابعهم صحفيين وغير صحفيين بالولايات المتحده كندا واوروبا كانوا عم يحكوا عن انه سبب بالتحديد ميلاد سبب انهيار فيسبوك هو للتغطيه على فتح ملفات فيسبوك فيما يتعلق بالتلاعب بالمعلومات وغض النظر عن خطاب الكراهيه. نعم هيك كان الكلام بكل بساطه. ما كان في سخريه ابدا، وفاتوا بنظريه مؤامره ثانيه انه ما بدهم الناس تعرف شو صار بالباندورا ليك والقصص اللي صارت باليومين الماضيين. يعني overwhelming صراحة القصص اللي صارت، ما عم صدق أنا شخصيا ميلاد شو اللي عم بيصير. الأحداث عم تتسارع، فالجمهور انقسم بين سخرية مثل عادة اللبنانيين والعرب، سخرية مهضومة ببعض الأحيان يعني إيه؟ هي بتجي، هي الساركازم بيجي من القهر أحيانا إذا بتوافقني الرأي. أكيد. وفي ناس أخذوها بطريقة جدية إنه هيدا الموضوع خطير وقد يتكرر. أنا بتوقع إنه يروح يتم استدعاء مارك زوكربيرج مرة جديدة على الكونغرس مثل ما تم استدعاء الموظفة التي كانت هي الجرس الإنذار يلي حكي بهيدا الموضوع. فبعتقد الامور رايحه على تعديلات اكثر خاصه بالنسبه لمارك. نعم. خلود عم بتقول لي انه رح خبرك عن احساسي الفردي، شعرت بشعورين حريه اكدت على مدى تكبيل وسائل حياتنا، لكن بنفس الوقت سعاده لانه ربما ما حدا قادر اليوم يتحكم بهالوسائل اكثر من تحكمنا بحياتنا. يعني في بعض الناس ايضا وجدوا انه ما كثير، يعني حتى هذه الوسائل ما تربطوا حياتكم فيها لانه ممكن باي وقت انها تتوقف. شو تعليقك؟ انا هون ميلاد اسمح لي اقول شغله. انا اليوم كتبت شغله هيك خاطره اجت على بالي لانه اليوم كنت كثير مركز على هذا الموضوع. كتبت شغله انه مطلوب من عزيزي مارك زوكربيرج عجل باصلاح فيسبوك وانستغرام قبل ما الناس ترجع تقرا كتب. لانه ما حدا عم يقرا. يعني قديش هذه الشغله مهمه. قد يعتقد البعض انه كيف عم بفكر؟ لا، ما حدا عم يقرا. حتى انا يمكن قراءاتي، نحن صحفيين لازم نقرا اكثر من غيرنا، حتى نحن قراءاتنا خفت بسبب الضغط يلي عم بيمارسوا علينا وسائل التواصل الاجتماعي. انا شخصيا ارتحت وكنت متمنى انه يطول 24 ساعه التوقف لنرجع نسترجع ونشم نفسنا شوي ونرجع لانسانيتنا وطبيعتنا. بلال كمان عم بيقول ارتحت كثير امبارحه من هالموضوع. على كل حال هيك قبل خلينا نختم، دائما بتوصي إذا بدك، ما بدي أقول كلمة الحذر لكن بالوعي بالتعامل مع هالوسائل. أمين يعني بكل شيء بتقوله كونك خبير بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، يعني من الناحية الصحفية ومن الناحية البحثية حول هالموضوع. شو نصيحتك للناس يلي اليوم مثل ما قلت إما راحوا كتير لأنه حياتهم توقفت لما توقفوا هالوسائل لساعات، وحتى في ناس غردوا أنه أنا ما كنت عارف لا بجو لا أنه توقف ولا شيء لأن ما بعوز لفيسبوك ولا واتساب. كيفية ما هو إذا بدك التعامل البناء مع هالوسائل برأيك؟ هلا هو التعامل البناء بيكون انه واحد ما يكون كثير موجود على السوشيال ميديا، ولكن بما انه صار الموضوع وكلنا موجودين بده ينتبه الواحد بالنسبه لمعلوماته الخاصه، ما كثير يفوت بمعلومات خاصه وما كثير يشوف حياته الخاصه، لانه اصلا كلنا صرنا اكسبوزد هلا لكل يقال انه في تسريب حسابات لاكثر من مليار شخص خلال توقف فيسبوك. انتبه ميلاد، خلال توقف فيسبوك 6 ساعات أو 7 ساعات يقال انه القراصنه الهاكرز قدروا يطلعوا اكثر، يكشفوا مليار حساب، ارقام تليفونات، ايميلات، صور شخصيه، مراسلات، شات على الماسنجر، كمان بيصير في شغل وتبادل معلومات. ولذلك بقول دائما انتبهوا انتبهوا انتبهوا، بعدهم العالم عم بيتعاملوا بموضوع السوشيال ميديا بكثير من اذا بدك ما بدي اقول سطحيه، من الاهمال، من انه اتس فن. يعني اوكي ات از فن، ولكن لازم ناخذه على محمل الجد. كل شيء احيانا بده يكون واحد جدي، لانه اصلا هلا اللي عم يتوظف ما عم يطلبوا منه السي في، عم يطلبوا منه السوشيال ميديا تبعيته شو عم يكتب. فمشان هيك انا بقول للناس
خاصة الشباب والصبايا اللي رايحين يشتغلوا برات لبنان، انتبهوا شو تكتبوا على فيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تبعكم. لنا تتم لهالموضوع بركي منتبعه معك أمين، يعني بشكرك على فرق الوقت، رح تصير تنتين عندك بالليل، بشكرك، بس بهمنا نبقى نتابع معك هيدا الموضوع خاصة إذا بدك بالأسابيع القادمة، لأنه ما حصل امبارحة سيكشف بالأسابيع القادمة مجراه، لنتابعه لنشوف كمان حيثياته وتداعياته. شكرا كثير لك. شكرا لك ولجمهورك الكريم ميلاد، وانبسطت اني شفتك. شكراً. يعني نحن بلبنان ما التقينا، عم نلتقي هلا مباشرة عبر قناة الجديدة. شكرا لك. شكرا أمين أبو يحيى، الصحافي والمتخصص بوسائل التواصل الاجتماعي.